الهيئة الحقيقة إيمانا منها بأن التقنيات يجب أن تسهم في تقديم حياة أفضل وبسهولة ويسر لهذه الفئة، نظمت هذا الملتقى مع شركائها في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الملك سعود، وبوجود أيضا شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وشركة مايكروسوفت، لأننا الحقيقة نسعى أننا بتضافر هذه الجهود نستطيع أن نقدم بعض التقنيات التي تخدم هذه الفئة. طبعا على هامش الملتقى نسعد بتدشين مسابقة نوعية لتحفيز أفضل حل تقني لخدمة الصم وضعاف السمع. المسابقة هذه لها ثلاث محاور: الترجمة الفورية والقطاع الصحي لخدمة الصم وضعاف السمع، وأيضا إثراء المحتوى الثقافي والتعليمي للصم وضعاف السمع.